هو اللي بيحصل ده كله ليه؟ اللي بيحصل ده كله بسبب ان النادي الاهلي فريق قوي. انا مش هتكلم على انديه اخرى واقول ان هي انديه فاشله وانديه ضعيفه وانديه اقل من النادي الاهلي وخايفه تلعب النادي الاهلي، انا مش هتكلم اقول الكلام ده، ولكن انا هقول ان النادي الاهلي نادي قوي عنده مجموعه لاعبين الكل يخاف ان هو يلعبها دلوقتي. بالمناسبه وهقول لكم حاجه، دي كره قدم، كره قدم يعني ممكن النادي الاهلي يبقى متفوق اثناء كل المباراه ولكن يخش فيه جون ويتغلب عادي. احنا الاهلاويه عارفين الكلام ده، عارفين يعني ايه كره قدم، عارفين يعني ايه ان انا ممكن ابقى كويس قوي والكل خايف مني، الكل خايف ومرعوب مني، الكل خايف ومرعوب مني. معرفش ليه الحقيقه، انا معرفش ليه الكل مرعوب من النادي الاهلي، ولكن اوكي. فكره القدم معناها مكسب وتعادل وخساره، الاهلاويه عارفين الكلام ده كويس جدا. الاهلاويه بيزعلوا بس لما بيخسروا، ليه؟ لان هم دايما شايفين ان فرقتهم دي احسن فرقه في الدنيا، فدايما الدور الوطني لنادي الاهلي واضح، احترامنا للامن واضح جدا. فطلع الموضوع ده بره الكلام اللي انت بتقوله او اي حد من لا يشجع النادي الاهلي بيقوله. نادي الاهلي سيظل دائما ودور الوطني واضح للجميع، ومن الاسباب الاولى اللي خلت النادي الاهلي يلعب مباراه او مباريات الدوري بعد بطوله كاس الامم الافريقيه الاخيره هو الدور الوطني اللي بيلعبه النادي الاهلي في محاوله ازاله الاحباط عن الجمهور المصري اللي كان محبط جدا بعد نهايه كاس الامم الافريقيه. فالشماعات غريبه جدا وحاجات بنسمعها غريبه جدا. انت خايف تلاعب النادي الاهلي، اي فرقه، انا بتكلم بشكل عام، اي فرقه خايفه تلاعب النادي الاهلي؟ يا جماعه دي كره قدم، انا بقنعكم اهو، دي كره قدم. ممكن جدا جدا ان انت تبقى وحش طوال المباراه وتكسب، ممكن تبقى كويس جدا وما تعرفش تكسب، هي دي كره القدم بالمناسبه. ولكن الناس خايفه ومرعوبه، معرفش ليه الحقيقه، لكن اوكي. النادي الاهلي عنده فريق قوي، عنده فريق يحترم، عنده مدير فني جيد، كل ده انا مع حضراتكم فيه 100%. ولكن كره القدم انت دايما كمجلس اداره او كلجنه تخطيط بتعمل ايه؟ بتحاول ان انت تهيئ الاجواء لجمهور لعيبه النادي الاهلي، والباقي ده بتاع ربنا، ان انت تكسب او تخسر او تتعادل دي بتاعت ربنا مش بتاعت حد. اللعيبه بتعمل اللي عليها، بتبذل اقصى مجهود، المدير الفني بيحاول يحط الخطط والتكتيك اللي هيلعب بيه، لكن كره القدم فيها كل شيء.